مشهد واحد يتكرر في سوريا منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر، معارضة تطالب بإسقاط النظام ونظام يعد بالإصلاح. لا الإصلاح أنجز ولا السقوط تم، وفيما تتجه أنظار إلى تحقق واحدة من هاتين النتيجتين المفترضتين، تتوجه أنظار أخرى إلى عنوان تاريخي ديموغرافي يختصر بسؤال واحد: ماذا عن مسيحي سوريا راهنا، وماذا عن مصيرهم مستقبلا؟ سقط النظام أو لم يسقط؟ سؤال حملته الام تي في إلى مقر بطريركية الرومي الأرثوذكس في دير سيدة البلمند، حيث أكد البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم ضرورة التمييز بين مسيحيي سوريا من جهة ومسيحيي مصر والعراق من جهة أخرى. كل الأجانب كانوا يسألوني: ما كن خايفين؟ قلوا يا أخي بشو خايفين؟ صلاة عم نصلي، ندق الجرس عم ندق الجرس، عم نطلع برا ندور بالشارع عم ندور بالشارع. نحن ما في عندنا شيء على الإطلاق، نحن مع شعبنا مع مدينتنا مع بلدنا. يعني سيدنا، الأخبار يلي اليوم عم تطلع عن سوريا بالإعلام، هل ترى فيها تضخيم عن الوضع في سوريا؟ الوضع ليس سيء كما يظن البعض. أنا ما بحكي عن الإذاعات، لأنه قلت ما بشوف الإذاعات. ومن الواقع في سوريا إلى واقع الطائفة الأرثوذكسية في لبنان، والتي أشار البطريرك إلى تغييبها عن الرسالة الوطنية. طائفتنا نحن مقصرين فيها، والمسؤول الأول على التقصير هو محسوبي، ولكن ما حد أجبرنا أن نكون، نحن محطوطين على الجناب. في تحرك مقبل سيدنا؟ حتما حتما، طمنوا بالكم، نعم سيكون. شو هو التحرك؟ إنه نتحرك. بأي إطار؟ إنه ما نحكي، ما نقول، ما حد خلانا نحكي، إنه ما نهمل رسالتنا الوطنية، تكوين الوطن إلى آخره. بعتقد لازم نداوي تقصيرنا كله، وما نضل كل واحد وحده، لازم نصلح كل ما يجب تصليحه بكل إخلاص، مع مين ما كان كيف ما كان إلى آخره. وأكد البطريرك أنه سيتم تصحيح هذا الواقع بالتعاون بين الروحيين والرسميين.